ببركة غبطتي بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس تيوفلوس الثالث وقرار المجمع المقدس، احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بصيامة الشماس ساب الحوراني كاهناً متوحداً جديداً بوضع يد سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خلال القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية في الأحد الثالث من الصوم الأربعين المقدس. اشترك في الخدمة لفيف من الأباء الكهنة والشمامسة، واقتصر الحضور على أهلي وذوي الكهن الجديد، حيث جرى نقل وقائع هذه الخدمة على الهواء مباشرة عبر قناة نورسات والمحطة الأرثوذكسية ووسائل التواصل الاجتماعي ليتسنى للجميع المشاركة الروحية. وخلال عظته أعلن المطران خريستوفوروس أن الكنيسة انتدبت الأب سابا للخدمة في محافظة الكرك ليكون مسؤولاً عن الأباء الكهنة في رعاية المحافظة. ببركة أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس رح تجعلك إنك تخدم في مكان كتير حساس ومهم في أردننا الحبيب اللي هي محافظة الكرك، وأنا رئيس أساقفة كيرياكوبوليوس رح أنتدبك حتى تكون مسؤول عن هاي المحافظة روحياً مع إخوتك الكهنة الموجودين غد، حتى تقدر إنك أنت والأباء الكهنة الموجودين تقدر إنكم تخدموا أكثر وأكثر أبناء رعيتنا المحبوبة اللي صاحب الغبطة والمجمع المقدس مهتم إنه نقدر نحن نعمل لهاي المحافظة كما باقي محافظات المملكة ضمن مخطط رعائي اللي بهاي الأيام مش بس عماله يوضع ولكن عماله ينفذ حتى نقدر إنه نخدم كل مناطق المملكة ومحافظاتها قراها ومدنها، لأنه كل ابن من أبنائنا أينما وجد هو ابن للمسيح اللي افتدى بدمه الكريم على الصليب. وفي الختام قام قدس الأيكونوموس سمعان خوري باسمه وباسم بلدة الصريح ورعية القديس نيقولاوس بتقديم أيقونتين للأب سابا عربونا لمحبتهم. مستحق. مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلاً بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل يتقدمون من الكاهن المرتسم وأسرته بأحر التهاني القلبية، متضرعين لله العلي القدير أن يوفق الكاهن الجديد في خدمة الكنيسة.